مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم حلقه جديده السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبتدوا معانا الحلقه. وطبعا كلامنا كله النهارده هيكون على المواجهه المنتظره بكره ان شاء الله، واحده من الماتشات الصعبه، محطه صعبه جدا في مشوار الاهلي لاستعاده لقبه المفضل، لقب بطوله الدوري العام. ماتش الاهلي والغزل طول عمره الحقيقه، خصوصا لما بيبقى في ملعب المحله، بيبقى واحده من الماتشات الصعبه جدا بصرف النظر عن موقف الفرقتين وعلى فكره موازين القوه. لكن الحقيقه الاداء اللي قدمه النادي الاهلي من بدايه الموسم مطمئن الى حد كبير. وبشوف الحقيقه، اسمحوا لي يعني وجهه نظري المتواضعه في النقطه اللي هقولها دي، انه الاهلي الحقيقه السنه دي قادر جدا 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 على انه يحقق اكبر رقم قياسي حققه في تاريخ بطوله الدوري، وهو الوصول للنقطه 102. يعني شايف انه الهدف ده هو اللي مفترض يحطه لاعبتنا ونجومنا قدام عينيهم وهم بيلعبوا كل مباراه من مباريات الدوري. النقطه 102 هي العلامه الكامله في كل نقاط الدوري، والاهلي ان شاء الله باذن الله قادر جدا. امكانياته واداؤه وروحه المعنويه وروح الفانيله الحمراء، وقول زي ما انت عايز تقول، كلها تاهله لده. لو تعاملنا مع كل مباراه ودينا كل مباراه نفس الاهتمام ونفس الدرجه من الجديه ونفس الدرجه من التركيز، ايا كان الخصم وايا كان الملعب، قادرين جدا جدا السنه دي نعمل ده. ويا ريت الحقيقه نجومنا يحطوا ده قدام عينيهم. هنتكلم على ماتش الاهلي والغزل طبعا، ونشوف كده نحاول نقرب كمان من فرقه الغزل السنه دي. يعني السنه دي تعتبر بدايات افضل من السنه اللي فاتت. لكن خليني الحقيقه في بدايه الحلقه، وقبل ما ندخل في التفاصيل، اتكلم معاكم شويه في حاجه تخص تصفيات كاس العالم. انا هعدي طبعا نقطه كاس العرب، لانه يعني قتلت بحثا، وانتم سمعتوا الحقيقه الناس كلها بتطرح علامات استفهام كبيره جدا على اختيارات كارلوس كيروش وعلى مشاركته في كاس العرب. لكن يبدو ان الراجل يعني بيبص البطوله كده على انها نوع من انواع المعسكر مغلق يعني. لكن في النهايه في نقطتين في منتهى الاهميه يتعلقوا بمصير وفرصه منتخب مصر في التاهل لكاس العالم. نقطتين لم يحسمها حتى اللحظه من قبل الاتحاد الافريقي، ومن الواضح ان الاتحاد الافريقي هيرجع فيها للاتحاد الدولي لكره القدم. النقطه الاولى، وهي نقطه في منتهى الاهميه وعلى مصر الحقيقه انها تتحرك في النقطه دي بكل قوتها، النقطة دي متعلقة بتقنية الفار في المباراتين الفاصلتين اللي هيحصلوا في شهر مارس. حتى اللحظة لم يتقرر تطبيق تقنية الفار، لأنه في بعض الدول اللي تأهلت ما عندهاش الإمكانيات دي. وأنا بشوف الحقيقة في ظل يعني القيل والقال، وفي ظل ما حدث، وأنا هدي على مثال على كلامي أو تدليل على كلامي اللي حصل طبعا في ماتش غانا وجنوب أفريقيا. دي واقعة طبعا يمكن تكون الأشهر في تصفيات كأس العالم السنة دي، وحرمت جنوب أفريقيا الحقيقة بفعل فاعل من التأهل للمرحلة الأخيرة. أعتقد ده مش هيكون مسموح أو مقبول بأي شكل من الأشكال، مش بالنسبة لمصر بس، ده بالنسبة للدول العشرة كلها. عشان كده مهم جدا جدا يبقى في ضغط على الاتحاد الأفريقي إنه يبقى في استخدام لتقنية الفار في المواجهتين الفاصلتين اللي هيتلعبوا في مارس. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية واللي ما زالت محل جدال، الخاصه بملعب المباراه ذهابا وايابا. يعني اللائحه او النظام اللي كان حاطه الاتحاد الافريقي كان بيتكلم على انه الفرق اللي من التصنيف الاول هتلعب مباراه الذهاب بره ملعبها، وترجع تلعب مباراه الاياب جوه ملعبها. الفيفا ما بتقولش كده، الفيفا بتقول انه الماتشين دول يتلعبوا بنظام القرعه، او يتحدد ملعبي المباراة بنظام القرعة بعيدا عن فكرة التصنيف، مين مستوى أول ومين مستوى تاني. خدوا بال حضراتكم، وجود المباراة التانية على ملعب واحد من الفرقتين بيديله نوعا ما أفضلية، لأنه في حالة استمرار التعادل في نتيجة الماتشين ده هيخلينا نروح لوقت إضافي على في مباراة العودة، وبالتالي بيدي أفضلية بشكل كبير جدا للفريق اللي هيلعب مباراة العودة على ملعبه. ناهيك كمان انه في ناحيه نفسيه، انك دايما لما بيبقى عندك مباراه العوده على ملعبك الى حد كبير بتبقى مطمن، وبتبقى بتلعب المباراه الاولى اللي هي بره ملعبك مرتاح نوعا ما، على اساس انك عندك فرصه بعد كده ثانيه افضل، والجوله الثانيه هتكون على ملعبك، ففي نوعا ما افضليه للفريق اللي هيلعب مباراه العوده على ملعبه. اتمنى برضو الاتحاد المصري يحط النقطه دي في الاعتبار من البدايات، وان كنت بشوف انه النقطه الخاصه بتقنيه الفار او بتطبيق تقنيه الفار في الماتشين دول حاجه لا يجب ابدا ان احنا نتنازل عنها. طيب نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا المستمره معانا هيكون لغايه بكره ان شاء الله باذن الله 24 ساعه من دلوقتي قبل ميعاد الماتش. الماتش بكره ان شاء الله هيتلعب الساعه 5:30. مين هم
من وجهة نظركم طبعا أفضل ثلاث لاعبين من فريق نادي الأهلي في مباراته الأخيرة اللي لعبها أمام المقاولون العرب. ندخل في التفاصيل ونقول لحضراتكم أهم أخبار حلقتنا النهاردة بس بعد الفاصل. قبل ما أكلمكم على فرقتنا وأكلمكم على تمرينة النهاردة الصبح، طبعا الفريق خلاص دخل معسكر مغلق، كان في تمرينة خفيفة النهاردة وبعدين دخل الفريق في معسكر مغلق. بس خليني قبل ما أتكلم في قائمة الفرقة أقول لجمهور النادي الأهلي نقطتين مهمين، وأقول لاعبتنا كمان، والحقيقة مش بس لاعبة النادي الأهلي، لاعبة مصر كلها. النقطة الأولى إنه محدش ينكر إنه قائمة الأهلي السنة دي قائمة في منتهى القوة، مش على مستوى مصر، لا خليني أقول كمان على مستوى القارة الأفريقية. مفيش فريق في قارة أفريقيا عنده السكواد ده، مفيش فريق عنده واحد واثنين وثلاثة في نفس المركز في نفس المستوى، ما يعني مش موجودة على الأقل في قارة أفريقيا. فبالتالي طبيعي جدا جدا إنه مستر موسيماني يستبعد نجوم أو يقعد نجوم على الدكة، لأنه ببساطة شديدة جدا قائمة الأهلي كلها نجوم. عايز أقول بقى حاجة مهمة جدا، لو حطيت اسم طبيعي إنك تستبعد قدامه اسم تاني، وكل القائمة الحقيقة تستاهل إنها تكون موجودة، فطبيعي هيبقى في حالة حيرة شديدة جدا. اللي بس عايز أنبه عليه إن كل الأسماء دي بالتأكيد هيكون ليها دور، وكل الأسماء دي مستر موسيماني والنادي الأهلي هيحتاجهم في مرحلة من المراحل. الأهم من ده إن الفرصة لما تتاح نمسك فيها بإيدينا وأسناننا، وعشان نمسك فيها بإيدينا وأسناننا دي، أنا مش بتكلم على نجوم النادي الأهلي بس، أنا بتكلم على ثقافة الكورة في مصر. ربنا سبحانه وتعالى بيدي في وقت من الأوقات ناس نعمة كبيرة جدا اسمها الموهبة الفطرية. يعني ممكن تبص كده على تاريخ الكرة في مصر وعلى تاريخ الكرة في النادي الأهلي وكل الأندية، هتلاقي فيه لعيبة جت لعبت كرة كانت بتتمتع بموهبة مفيش اتنين يختلفوا عليها. يعني محدش في مصر لما يتفرج أو يتابع الموهبة دي ممكن يقول الراجل ده مش لعيب أو الراجل ده نص لعيب، لا، في حالة إجماع أنه الموهبة الفطرية موجودة. لكن للأسف الشديد جدا زي ما ربنا بيدي حاجة بياخد قصادها حاجة تانية، ممكن تلاقي مع الموهبة الفطرية دي حالة كسل، حالة عدم تركيز، حالة إحساس بالذات غير الثقة بالنفس، إنه يبقى حاسس بموهبته زيادة عن اللزوم، فبالتالي ما يبقاش عايز يبذل مجهود عشان يطور أو عشان يحافظ على مكانته، أو إحساس النجومية ده في أوقات كتير جدا بيكسر. وكم من أسماء كتيرة جدا بعيدة قوي وقريبة جدا كانت موجودة وكانت الجماهير النادي الأهلي واقفة وراها وبتزقها وبتدفعها ونفسها تشوفها في مراحل التألق، وللأسف شديد جدا ما استغلتش الفرصة. وعلى العكس الصحيح، في ناس كتير جدا الموهبة الفطرية عندهم ما هيش أحسن حاجة في الدنيا، ما تقدرش تقول إنه لعيب موهوب أو لعيب يملك كل مهارات كرة القدم، عنده الأساسيات، لعيب كويس آه، لكن مع ده عنده حاجات كتيرة جدا بتكمل فيها روح، فيها عزيمة، فيها إصرار، فيها تحدي، فيها رغبة في إثبات الذات، فيها رغبة في إنك أنت ما تقفش عند حد معين من التطور، طول الوقت بتخلق حوافز ودوافع إنك أنت تطور مستواك. وأكم من أسماء كتيرة جدا جت في مكانة صغيرة وبقت أسماء محفورة بحروف من ذهب في تاريخ مصر وتاريخ النادي الأهلي. اللي عايز أقوله بس إنه اللي عليك إنك تعمل اللي عليك، اللي عليك إنك أنت لما تجيلك الفرصة تعرف تستغلها كأفضل ما يكون. قائمة النادي الأهلي المباراة بكرة هيكون فيها الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بنون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، كريم فؤاد، ولويس ميكسوني، ومعاهم محمد هاني ومصطفى شوبير وعبد القادر وعمار حمدي. طبعا شئنا أم أبينا حمدي غايب بكرة، وبالتالي حل من اتنين. وأنا يعني سامع الناس بتتكلم في أفكار كتيرة جدا سواء فيما يتعلق بطريقة اللعب أو في التشكيل، لكن في النهاية 11 راجل في الملعب ده مبدأنا، وأي حد هيلعب بتيشيرت نادي الأهلي بكرة هيبقى قد المسؤولية وكل الدعم ليه. زي ما قلت لكم النهارده كان في محاضره بسرعه الصبح قبل التمرين وبعد الرنجوجا، وبالمناسبه اطمنكم على ايمن وبنون والشناوي، لانه الثلاثه امبارح ما اتمرنوش مع التدريبات الجماعيه، كان عندهم تدريبات تاهيليه كده. النهارده زي ما انتم شايفين الشناوي طبعا على الشاشه، الثلاثه انتظموا في المران الجماعي، وبعد ما خلصت التمرين، كانت التمرينه الصباحيه النهارده، دخل الفريق في معسكر المغلق بقى استعدادا ل مباراة بكرة إن شاء الله، واحدة من الماتشات زي ما قلت الصعبة. وإن كنت بشوف إن كل ماتشات الأهلي
قدام اي خصم ايا كان اسمه، كان حديث العهد بالدوري، كان فريق قديم، كان في مقدمه الجدول، كان في مؤخره الدوري، كل الفرق بتيجي قدام الاهلي وتحجر بلغه الكوره، وكل الفرق بتيجي قدام الاهلي وعايزه تظهر، وكل لعيب بيلعب قدام النادي الاهلي عايز يقدم افضل مستوياته، عشان كده كل ماتشات الاهلي هتكون صعبه. سريعا هختم اخباري مع حضراتكم بمنتخب مصر. حضراتكم انا كنت بكلمكم طبعا قائمه الاسماء اللي تم اختيارها من كارلوس كيروش للمنتخب اللي هيشارك في البطوله العربيه او كاس العرب فيفا عرب كاب اللي هتبتدي من يوم 30 هتستمر لغايه يوم 18 ان شاء الله. قائمه اثارت جدل كبير جدا، وخصوصا ان في بعض المراكز فيها اسماء ملهاش بدائل، يعني لا قدر الله في حاله اصابه لاعب اساسي في المركز ده تبدا تلجا بقى للتبديل والتوافيق، لكن في جميع الاحوال الراجل قرر، ويبدو انه هو نفسه شخصيا بيبص للبطوله على انها بطوله وديه، يعني مش بطوله رسميه، عشان كده قرر انه المعسكر بتاع المنتخب ان شاء الله باذن الله هيبتدي من يوم 27، يعني من يوم السبت اللي جاي. وعد معايا ده تاني توقف، يعني احنا ان شاء الله باذن الله هنلعب مع المحله بكره، وبعد كده نلعب مع السموحه يوم الخميس اللي جاي، يبقى لعبنا 6 ماتشات، يقف الدوري لتاني توقف من المحتمل انه يمتد تقريبا طوال فتره شهر ديسمبر. ليه كده؟ لانه انت لو ابتديت او توقف الدوري 27 عشان بدايه المعسكر، البطوله ابتدت 30 لو ربنا كرمنا، يعني لو ربنا كرمنا. وبالمناسبه البطوله مش قويه قوي، لان اغلب الفرق مش مشاركه بالمحترفين بتوعها، فمش عايزكم برضو تتخضوا قوي يعني. ومن الوارد ان الوجوه اللي رايحه، لسه كنت بتكلم على استغلال الفرصه، اغلبها ممكن يبقى جديد يعني، او عناصر فيها اسماء كتيره جدا بتنضم لاول مره، فممكن يبقى الرغبه والحافز عندهم في ان هم يثبتوا نفسهم وجدارتهم بان هم يكونوا موجودين دايما في تشكيله منتخب مصر، ممكن تخلق دافع ويورونا شكل حلو للمنتخب. ولو وصلنا ان شاء الله للفاينل، ده معناه انك هتوصل ل 18 ديسمبر، وبالتالي مع عوده المنتخب طبعا الناس مش تيجي تلعب تاني يوم، هتيجي عقبال ما ترجع وترتاح شويه وتبتدي تستعد الماتشات اللي بعدها، فانت بتتكلم انه اخر اسبوع في مارس ممكن يرجع او يتم استكمال المسابقه مره تانية. وما اعتقدش ان احنا هنطول طبعا، عشان هيكون في معسكر تاني بعدها يدخل فيه المنتخب عشان استعداده طبعا لبطوله امم افريقيا، دوري متقطع تاني توقف فيه وتوقف طويل جدا، لكن في جميع الاحوال نتمنى التوفيق لمنتخبنا في أول خطواته في الاستعداد لتصفيات كأس العالم أو المرحلة الأخيرة طبعا في بطولة كأس العرب. طيب نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل نكمل أخبارنا وفقراتنا في السادسة. الكالتشيو السنة دي مولع، لينا وقفة دلوقتي مع الدوري الإيطالي طبعا، واللي بيشهد السنة دي منافسة قوية جدا. خلينا نرحب على شاشه النادي الاهلي وفي السادسه معانا برودي جالاتي الصحفي بلاجازيتا ديلو سبورت، وكمان هو مذيع في قناه اي سي ميلان. طبعا بدايه بشكرك على وجودك معانا. مساء الخير على الجميع وشكرا لكم على توجيه الدعوه لرودي. تابعنا بدايه مباراه امبارح قويه جدا مثيره جدا في احداثها، وان كانت انتهت بخساره الميلان. خليني اكلمك بدايه على مواجهه امبارح، وازاي شفت تراجع اداء الميلان، ورغم انه يمكن حاول يرجع في المباراه، ابراهيموفيتش قدم مستوى اكتر من رائع، هو في حد ذاته ظاهره 40 سنه وقادر ان يسجل هعتبرها هاتريك، لكن ازاي شفت مباراه امبارح؟ كانت مباراة رائعة، مباراة قمة تليق بالميلان وفيورنتينا، وكانت مباراة رائعة من جانب جماهير فيورنتينا الذي قدموا أداء رائع وقاموا بمساندة الفريق أمام الميلان، لأن مباريات الميلان واليوفي وروما عندما يذهبون لأرتيميو فرانكي تكون مباريات قوية جدا بالنسبة لجماهير ملعب الأرتيميو فرانكي، لكن الميلان قدم أداء رائع وحاول العودة في المباراة، لكن مدرب فيورنتينا إيطاليانو عرف كيف يقوم بخطة كبيرة من أجل القضاء على الميلان وستيفانو بيولي، لكن بالعودة إلى إبراهيموفيتش ما زال يصنع التاريخ كل يوم أكثر من الآخر 40 عاما وسجل هدفين، تستطيع أن تقول الثالث أيضا كما ذكرت، لكن لديها المزيد ليقدمه للميلان. يبدو أن كبار إيطاليا يعانون، يعني اليوفي مش في أفضل أحواله، الانتر نفس الحكايه، ازاي بتشوف المنافسه على الدوري الايطالي السنه دي وفرص الميلان في انه يحقق اللقب اللي غاب عنه لسنين طويله جدا؟
الانتر الانتر ونابولي هذا المساء ستكون قمة رائعة في الدوري الإيطالي والكالتشيو. الانتر ونابولي سيقدمون مباراة ليج بالدوري الإيطالي الليلة، ومن سيفوز الليلة نستطيع أن تقول قد يحسم الدوري الإيطالي. الانتر بالرغم من التخلي عن لوكاكو وأشرف حكيمي لكن ما زال يقدم أداء رائع مع سيموني إنزاجي، لأن سيموني إنزاجي مدرب رائع ويقدم أداء عظيم مع انتر ميلانو. طيب قبل ما أسيب ماتش الميلان وفيورنتينا، يهمني اسالك على ابراهيموفيتش ورايك في فكره انه لعيب يوصل ل 40 سنه وما زال عنده القدره على يعني انه يقدم المستويات دي، وما زال عنده القدره على انه انا بيتهيألي ما فيش لاعب وصل لسن ال 40 قدر يسجل هاتريك اساسا في مباراه، وده واحد من الارقام اللي حققها ابراهيموفيتش. أنا أعتقد نعم إبراهيموفيتش لازال لديه العديد والمزيد من أجل أن يقدمه، لأن إبراهيموفيتش لديه عقلية عظيمة مستحيلة أن تجدها في العديد من اللاعبين في هذه الأيام. يلعب من أجل حب كرة القدم. إبراهيموفيتش أينما ذهب قدم تاريخ وقدم أداء عظيم في مارسيليا وفي أياكس وفي الميلان والإنتر واليوفي. هل ظلم إبراهيموفيتش بعدم حصوله على لقب الأفضل في العالم من وجهة نظرك؟ Che meritava? بالطبع نعم، ظلم إبراهيموفيتش بعدم حصوله على الأفضل في العالم، لأن إبراهيموفيتش يقوم بعمل أرقام قياسية عظيمة من المستحيل أن يقدمها أي لاعب، وآخر 15 عام إبراهيموفيتش يعتبر أفضل المهاجمين في العالم. المباراة دي كمان الحقيقة يمكن لفت نظري فيها، هو لفت نظر العالم كله ولا حديث إلا على مهاجم فيورنتينا فلاوفيتش، وكلام كتير على عدد كبير من العروض تقدمت لفيورنتينا للحصول على خدمات مهاجمه فلاوفيتش. هل تتوقع ان واحده من الصفقات دي ممكن تتم في او العروض دي تترجم لحقيقه في الميركاتو الشتوي؟ بالطبع فلاوفيتش في اخر العام واخر الدوري سينتقل خارج الدوري الايطالي، لديه العديد من العروض، وللاسف ايطاليا والدوري الايطالي سيخسر هذا المهاجم، لان مهاجم من الصعب تعويضه في الدوري الايطالي هذه الايام. ولكن اقول لك شان ان فلاوفيتش سينتقل الى انجلترا الدوري الانجليزي. طيب خليني اكلمك كمان على المنافسه على لقب الدوري السنه دي، ازاي بتشوفها؟ يمكن امبارح اليوفي استطاع ان هو يعني يستعيد توازنه مره ثانيه، فوزه على لاتسيو بنتيجه 2-0 صحيح نتيجه ضربتين جزاء، لكن البدايات مع ماسيميليانو أليجري ما كانتش مبشره. فرص الفرق الكبيره في الدوري الايطالي في المنافسه، ومين الاقرب لحسم اللقب ليه السنه دي؟ اليوفي بدايات اليوفي كانت متعثره، وماسيميليانو أليجري لم يكن عند حسن الظن جماهير السيده العجوز، وقام ببدايه صعبه لليوفي وجماهيره ولم تكن متوقعه. لكن اليوفي وماسيميليانو أليجري واداره اليوفي، اكرر اداره اليوفي، تعلم جيدا من اين تعود. أندريا أنيلي اجتمع مع ماسيميليانو أليجري وحثه على عودة اليوفي، لأن ليس ما كان اليوفي الذي لا يلوك به، وشاهدنا ذلك في مباراة دوري أبطال أوروبا، وشاهدنا بالأمس أمام مباراة لاتسيو. لكن الميلان واليوفي سيقدمون أداء رائع. وبالنسبة للإنتر تحت قيادة سباليتي، يعني أعتقد الجميع توقع أنه بعد رحيل أنطونيو كونتي وبعد تخلي الإنتر على نجومه الأهم زي لوكاكو زي أشرف حكيمي، أنه الفريق مش هيبقى عنده القدرة على المنافسة، لكن الحقيقة بيقدم برضو أداء جيد ومردود جيد، وحتى اللحظة قادر يحافظ على فرصه في المنافسة على لقب الكالتشيو تحت قيادة سباليتي. الانتر ذكرت منذ قليل انه قد خسر حكيمي ولوكاكو، لكن قد فاز بمدرب عظيم يدعى سيموني انزاجي، يحاول ان يعيد انتر كونتي، لكن ما زال لديه بعض الوقت بسبب قله النجوم. وايضا لوشانو سباليتي يقوم بعمل عظيم مع نابولي، وقد شاهدت نابولي الفريق الوحيد في الدوريات الاوروبيه لا
الذي لم يخسر حتى الآن مع لوشانو سباليتي، وهذا ريكورد كبير لجماهير نابولي. مباراة هذا المساء ستحدد بدرجة كبيرة من سيفوز بلقب الدوري الإيطالي. طيب من الحديث عن الدوري الإيطالي خليني أخذك شوية للمنتخب الإيطالي، والحقيقة اللي يمكن فاجئنا بتتويجه بلقب يورو 2020، وبعد كده كان فيه يمكن تراجع كبير جدا في المستوى، وكان أهم النتائج يعني أو الحاجات اللي ترجمت ده هو عدم قدرته على التأهل مباشرة لكأس العالم. ازاي شايف فرص ايطاليا في التاهل لكاس العالم، وايه الخطوات اللي على مانشيني المدير الفني لمنتخب ايطاليا انه ياخدها عشان يصحح المسار؟ بالطبع لم نكن نتمنى ان تكون هذه نهايه بطل اوروبا في تصفيات المجموعه المؤهله لكاس العالم. لا احد كان ينتظر هذا الاداء السيء من روبرتو مانشيني ومجموعه ايطاليا الرائعه، لكن لا نريد ان نصبح هؤلاء اللاعبين. منذ 3 أشهر فقط كانت هذه المجموعه بطل اوروبا، وكنا نتغنى بها في جميع الاستوديوهات وجميع الصحف وجميع وسائل الاعلام. روبرتو مانشيني لديه بعض الاخطاء، نعم لديه بعض الاخطاء كما يخطئ الجميع، لكن مباراة البلاي اوف ستكون مباراة صعبة، ونتمنى الصعود لكأس العالم من خلالها. اذا فشل مانشيني في قيادة ايطاليا لمشاركة في بطولة كأس العالم، هل تتوقع اقالته؟ هذا بالطبع سيكون قرار صعب، ويتم توجيهه إلى المسؤولين في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وأنا أتمنى أن تفوز إيطاليا في مباراة الملحق في البلاي أوف. سؤال صعب، أنت صدمتني بهذا السؤال. أتمنى أن لا يحدث، ليس فقط من أجل روبرتو مانشيني، نحن نشجع إيطاليا ولا نشجع الأشخاص، أي مدير فني، لكن حسابات الاتحاد الإيطالي دائما مختلفة. روبرتو مانشيني إذا لم يتأهل ستكون الأمور صعبة وفضيحة ستهز إيطاليا. هل تتوقع أن يكون في اسم من اللاعبين الإيطاليين يشاركوا في المنافسة على لقب ذا بيست أو البالون دور؟ جورجينيو على سبيل المثال؟ جورجينيو قام بعمل رائع مع تشامبيونز ليج مع تشيلسي، وفاز بدوري ابطال اوروبا مع تشيلسي، وفاز بالامم الاوروبيه مع المنتخب الايطالي، لكن بعد ضياع واهدار لثلاث ركلات جزاء ذهبت بمنتخب ايطاليا الى الملحق. لكن البالندور هذا العام سيكون لروبرت ليفاندوفسكي، وجورجينيو للاسف حرم نفسه من المنافسه على الكره الذهبيه هذا العام بكل ما فعله باهداره لثلاث ركلات جزاء اطاحت بايطاليا من التاهل لكاس العالم. رودي جالاتي الصحفي بلاجازيتا ديلو سبورت، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسه وظهورك على شاشه الاهلي. نروح من الكالتشيو ونروح مجهزين لحضراتكم النهارده في حلقه السادسه لقطات من او اهم اللقطات اللي فيها كره حلوه وممتعه من الدوري الالماني. بدايه نروح لمواجهه ارمينيا بيلفيلد مع ضيفه فولفسبورغ في الدوري الالماني. مباراه انتهت صحيح بالتعادل بهدفين لكل فريق، بس خلينا نشوف ونتابع مع حضراتكم الاهداف. يمكن ارمينيا بيلفيلد تقدم الاول بهدفين وفضل محافظ على تقدمه لغايه الدقيقه 62، بعد كده تمكن فولفسبورغ من التعادل بكورتين اكتر من رائعين. وعايزكم تركزوا، ده طبعا هدف التقدم الاول لارمينيا بيلفيلد، ثرو باس اكتر من رائع والفينش اكتر من رائع الحقيقه، هدف تقدم وهدف صعب صعب جدا، لكن التحرك من بين مدافعي فولفسبورغ مكن الحقيقه مهاجم ارمينيا اللي يحط الهدف الاول. هدف ثاني جه من ضربه جزاء، ولغايه الدقيقه 62 قدر ارمينيا بيلفيلد يحافظ على تقدمه في المباراه بهدفين، لكن الحقيقه فريق فولفسبورغ كان ليه راي ثاني. هدف اول قدر يقرب بيه النتيجه الى حد كبير، عرضيه زاحفه صعبه جدا على خط الدفاع. نشوف مع بعض بقى الجون ده، لانه الحقيقه واحد من احلى واجمل الاهداف اللي حضراتكم هتشوفوها النهارده. كره صعبه من زاويه شبه مستحيله بشوتنج سكيلز اكتر من رائعه. بصوا الزاويه وبصوا اللفه وبصوا القطمه وبصوا الكره رايحه بقوه ازاي في زاويه عامله ازاي. بعد كده هنروح
لبروسيا دورتموند مع شتوتغارت في الدوري الألماني، وبروسيا دورتموند تقدم في بداية المباراة 1-0 تسديدة من خارج المنطقة. وبمناسبة دورتموند اللي دايما معودنا انه يعني يقدم لنا مواهب قوية واسماء بتبقى كبيرة جدا في الكرة الأوروبية، عايزكم تتفرجوا على لاعب اسمه جود بيلينغهام. الولد ده الحقيقة مستقبل بروسيا دورتموند لو ما اتخطفش هو وهالاند من الأندية الكبيرة. ده طبعا هدف التعادل لشتوتغارت، خطأ فادح من هوملز طبعا مدافع رايس. نتفرج على الجون ده، ورايس يا جماعه رغم انه الحقيقه متقدم جدا في السن لكن بيظل واحد من اهم اللعيبه الالمان، واحد هو اللي عامل الكره من بدايتها وهو اللي عامل الفولو عشان يخلص المباراه ويخلص الهدف الثاني لصالح بروسيا دورتموند. نروح بعد كده مع حضراتكم لديربي برلين، يونيون برلين في مواجهه هيرتا برلين. يونيون برلين اللي لابس الاحمر، هيرتا برلين لابس ازرق في ابيض. خطا فادح من مدافع هيرتا برلين كلف فرقته هدف التقدم لصالح اليونيون. وبمناسبه يونيون برلين حقيقه الفريق بيقدم يعني مستوى رائع السنه دي، وحتى اللحظه وبالفوز اللي حققه في ديربي برلين قدر ان هو يامن حظوظه في المشاركه في الدوريات الاوروبيه. كوره تعامل الجميع معها بكل سلبيه، المدافعين والمهاجمين، الكره اتشطت من بره الصندوق ورغم كده فشل كل المدافعين، 1 2 3 4 5 واثنين مهاجمين كلهم حاولوا يحطوا رجلهم فيها، لكن للاسف الشديد جدا الكره محدش قدر يغير اتجاهها ودخلت المرمى عشان تنتهي المباراه لصالح يونيون برلين على حساب هيرتا برلين بنتيجه 2-0. وزي ما قلت لكم النتيجه دي عززت من موقف يونيون برلين وفرصته في المشاركه في المسابقات الاوروبيه في الموسم الجاي، لانه اعتقد لغايه دلوقتي يعتبر من السته الاوائل في جدول ترتيب البوندسليغا. فاصل ونرجع نفرد مساحة ونتكلم في كل اللي عايزين تعرفوه فيما يتعلق بمباراة الأهلي وغزل المحلة بكرة، المباراة طبعا منتظرة لجماهير النادي الأهلي بحثا عن النقطة رقم 15 في السادسة بس بعد الفاصل. طبعا احنا هدفنا الأساسي بكرة إن شاء الله نوصل للنقطة 15، لكن بعيدا عن حسابات المكسب والخسارة وبعيدا عن حساب النقاط، دايما بتفضل مباراة الأهلي والمحلة في المحلة مباراة من الماتشات اللي جمهور الفرقتين بيستنوها طول الموسم، واحدة من الماتشات اللي بتبقى مليانة إثارة ومليانة ندية بصرف النظر عن يعني الأسماء وبصرف النظر عن موقف الفرقتين في الجدول، واحدة دايما من المباريات اللي الحقيقة نتمنى بكرة نستمتع بيها إن شاء الله قبل أي شيء، ونتمنى طبعا المكسب للنادي الأهلي. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في السادسة النهاردة، بيشرفنا طبعا كابتن شريف الخشاب نجم نادي المحلة. مساء الخير يا كابتن شريف. مساء الخير، اهلا بيك. سعيد اول ظهور لحضرتك على شاشة الاهلي. لا انا طلعت قبل كده بس برامج تاني اول السادسة معانا اول مرة. يشرفنا ويسعدنا دايما. اهلا وسهلا بحضرتك، وطبعا من نجومنا اللي بنحترمهم وبنقدرهم دايما وبيسعدنا وجودهم معانا في السادسة كابتن محمد حشيش نجم نادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لي ابتدي مع كابتن شريف طبعا النهارده. طبعا. ماتش يمكن واحده من كلاسيكيات الكوره، يعني تعودنا طبعا تاريخ طويل جدا من المنافسه بين الاهلي والمحله، وزي ما كنت بقول بصرف النظر عن فرق الترتيب بصرف النظر عن فرق الاسماء بتبقى دايما المباراه دي صعبه على الفرقتين. من وجهه نزرك ليه؟ يعني ليه الاهلي والغزل بالذات في المحله بتبقى دايما مباراه خارج الحسابات؟ الاول بس اسمح لي ان انا ارحب باخويا وحبيبي وعشره عمري بقالي كتير ما شفتوش، فسعيد جدا. طب ده فرصه كويسه ان احنا جمعنا سوا طبعا النهارده، فسعيد ان انا النهارده مع حشيش رحله عمر طويله. قابلته في الملعب يا كابتن شريف كتير، زمايل كمان زمايل كمان كاس عالم وافريقيا ايوه يعني، ففرصة سعيدة ان انا اكون معاه النهارده. ماتش المحلة والاهلي دايما انت عارفه خصوصا في ملعب المحلة بيبقى له طعم تاني، لان جماهير المحلة بتبقى عاشقة للكرة الحلوة، والاهلي من الاندية طبعا اللي بتلعب كرة حلوة جميلة، وبيبقى في ندية في الماتش خصوصا في ملعب المحلة. انت عارف المحلة حواليها بلاد ارياف شوية، فكلهم طبعا اغلبهم اهلاوية. فطبعا الملعب بيتقسم اتنين، نصه اهلي ونصه ايام ما كان مسموح بالجمهور بكامل قوته يعني. فانا كنت متعود حتى وانا لعيب او وانا مدرب للمحله ان انا عارف في النص ده خلاص محجوز للاهلي والنص الثاني بتاع المحله، فالملعب بيبقى الجمهور متكافئ فبيدي طعم تاني خالص، ندية وإثارة. ندية وإثارة، زائد إن الأهلي دايما بيلعب على المكسب والمحلة في ملعبها بتلعب على المكسب. وبالتالي الفرقتين عايزين الثلاث نقاط، فبيبقى الجيم مفتوح، بيبقى فيه كرة جميلة جدا.
الجيل ده من المحله شايفه عنده نفس الروح ونفس الـ الاداء اللي كانت بتمثله. طبعا المحله غاب عننا فتره طويله لكن رجع لنا بالسلامه السنه اللي فاتت. شايف انه ده امتداد للاجيال الكبيره اللي كان بيقدمها غزل المحله للكره المصريه زمان؟ لا طبعا الاجيال يعني لو قلنا اسامي الاجيال السابقه يعني اسامي تخض يعني قلنا الجيل اللي خد الدوري العام السياجه وعماش عبد الرحيم خليل وعمر عبد الله وحنفي هليل وسيد عبد الجواد ومحسن نحرير وفؤاد بخيت والبشلاوي محرس حمامه اسامي كبيره جدا يعني كابتن ابراهيم حسين كابتن عبد الدايم اسامي ضخمه. جه جيل بعديهم تاني اللي هو جيل بتاعنا اللي هو شوقي غريب وانا وخالد كرم والتليس وصابر عيد وخالد عيد والزفتاوي والمشائي وحسام عبد الغني واحمد حسن اسامي جامده جدا. الجيل ده لسه معمول يعني لسه الجيل بتاع السنه دي بقى لسه عودة مجمعه لسه يعني يا دوبك مجموعه من اللعيبه بتوع السنه اللي فاتت على مجموعه من اللعيبه جداد داخلين السنه دي. انما احنا كان دايما يمتاز فريق غزل المحله بان قوام التيم كله من ابناء المحله. أيوة. انما هو للاسف الدنيا اختلفت طبعا دلوقتي الدنيا اختلفت خالص دلوقتي بتلاقي ثلاثه اربعه من ناشئين المحله والباقي كله لعيبه مختلفين. كابتن محمد حشيش لعيبه الاهلي في ملعب الغزل بيبقوا باصين المباراه دي ازاي؟ هو طبعا الاهلي لما بيطلع يلعب بره عموما وبالذات لما طبعا كان بيبقى مسموح بحضور جماهيري كان دايما بتبقى ماتشات صعبه، لكن بيتهيألي ملعب الغزل ليه قصصه وحكاياته. بص احنا طبعا الجيل بتاعنا يختلف عن الجيل دلوقتي في النادي الاهلي. الجيل بتاعنا كان بيلعب كتير في المحله لان المحله كانت قسم مشترك في بطوله الدوري طبعاً. وكانت من الانديه اللي هي بتاخد طبعا مراكز متقدمه وعندها زي ما قال هو الجيل بتاعنا دلوقتي تقريبا اول مره يلعب في المحله بالظبط ده اللي انا عايز اقوله لك يعني ان ما حضروش ملعب المحله ايام ما كانت المحله يعني يعني هم طبعا الحمد لله راجعين تاني وتاني سنه في الدوري بس قبل كده كان فرق واجيال كبيره متتابعه في المحله. المنتخب مصر كان في قاسم مشترك ثلاث او اربع لعيبه من المحله لو نفتكر طبعا شوقي غريب والزفتاوي وكان صابر عيد وكان خالد كرم يعني سواء منتخبات الناشئين او المنتخب الكبير. طبعا غياب المحله الحقيقه الفتره اللي فاتت دي يعني برضه اثرت شويه على مستوى الاداء انما انا شايف ان الجيل ده اللي هو زي ما الشريف بيقول كلهم من ابناء المحله دي بتدي برضه روح وحماس للعيبه ان هم يرجعوا بالمحله لسابق عهدها يعني. الجيل بتاع النادي الاهلي ما حضرش ملعب المحله احنا حضرنا زي بقول لك ملعب المحله كتير وكانت من الماتشات الرزله واحنا رايحين ايوه الماتش بتاع السنه اللي فاتت برضه والماتش يعني بتاع السنه اللي فاتت كان ماتش برضه جمهور جامد مالي طبعا المدرجات زي ما الشريف بيقول هم طبعا من اول دقيقه تشجيع في المحله الا اذا حصل حاجه بقى والنادي الاهلي جاب جون فبيخرجوا عن شعورهم بقى ويبتدوا يشجعوا النادي الاهلي انما كانت ماتشات الحقيقه صعبه جدا. ايوه ده الماتش بتاع السنه اللي فاتت طبعا ثلاث نقط غاليين خسرهم الاهلي في المباراه دي ويمكن ده اللي هيدي نوع من التركيز بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي ان المحله السنه اللي فاتت من اسباب فقدان الاهلي بطوله الدوري. ايوه خليني اسال كابتن شريف كل ملاعب مصر اتطورت يعني نقدر نقول دخلت بقت من الجيل الثالث او في كمان ملاعب عندنا يعني اعتقد من الجيل الرابع ليه ملعب المحله ما اتطورش رغم انه من الملاعب القديمه جدا يا كابتن شريف؟ لا هو ملعب المحله حصل انت عارف دلوقتي نادي المحله في شركه كوره جديده مع الوزير هشام توفيق بدا يعمل شركه الكوره ديت برئاسه المهندس علي العباسي وبدا يعمل تطوير في استاد المحله نمره واحد في التطوير عمل غرف الملابس صغيره خالص وجددها النجيله طبعا بدات تتطور وغير النجيله كلها بدا في المدرجات حول الدرجه الاولى والثانيه كلها لمقاعد بدل ما كانت مجرد دكك كده عملها مقاعد في تطوير خطه تطوير يعني في مراحل تطوير تطوير يبدا يخش على التراك ويخش على المدرجات ولا انتوا سايبين الارضيه كده قاصدين لا لا الارضيه دي السنه اللي فاتت اتجددت دي الارضيه دي متجدده اتجددت الارضيه يعني السنه دي احسن هي يمكن احسن من قبل كده بكتير بس لسه برضو ما يعني بتهيألي ما وصلتش لا هو خد بالك يعني. زي ما محمد حشيش بيقول لك كده احنا في وقت من الاوقات كان احسن نجيله في مصر
هي نجيله غزل المحله. واخد بالك يعني لما كنا احنا بنلعب كان المنتخب لما يعمل ماتش ودي يجي يلعب في المحله عشان نجيله المحله افضل نجيله موجوده. تمام. فهو طبعا بعد المحله عن الدوري الممتاز هو اللي خلى الملعب عدم الاهتمام. مشكله الملعب ده كمان وكان بيضايقنا لانه صغير شويه عن مساحته اقل شويه. مساحته اقل شويه فبتبقى فيه زحمه. مفيش مساحات. عايز اقول لك ان فريق المحله انت عارف في ستايل كده لفرق مصر يعني مصر البورسعيدي بيلعب بطريقه معينه، الدراويش بتلعب بطريقه معينه، المحله كانت بتلعب بطريقه معينه، بيعتمدوا في جميع الاجيال يعني لياقه بدنيه عاليه جدا، كميه جري غير عاديه وعلى راسهم طبعا شريف كان متميز، جسمه قليل بس كان بيجري جري كتير جدا جدا، والالتحامات التحامات قويه جدا بيلعبوا بروح. انت عارف اي فرقه طبعا بتلعب النادي الاهلي بتبذل اقصى ما عندها طبعا. فنادي المحله طبعا نتيجته السنه اللي فاتت بعد رجوعه للممتاز مع النادي الاهلي هتديله برضه ثقه بالنفس انه ايه على يقدر يعمل وعلى ملعبه يقدر يعمل ده تاني. يقدر بس يعمل هيهات يا كابتن حشيش. بس فين هيروح فين بقى المره دي؟ انت فاهم ازاي؟ الحته دي احنا كنا مش هقدر ابقى محايد بصراحه. احنا كنا احمد نسيناهم شويه فهم جم فكرونا. أيوه. بس لا الماتش طبعا بكره. انا عايز اقول لك كان طاهر ابو زيد مره كان معايا من في فتره كده وبعدين بيقول لي يعني انت يعني انتوا في الطبيعي في اي لا في الملعب يعني ساعات ولا بعد وانتوا بتلعبوا الطبيعي في اي في اي ماتش ان في حاجه اسمها جس نبض ربع ساعه 10 دقائق. أيوه. انتوا بتفتحوا القفص من اول دقيقه كله مفيش جس لان احنا عندنا بتبقوا كلاعيبه وكجهاز فني بتبقوا شايفين المباراه دي مختلفه. يعني انا بشوف ومش بس المحل الحقيقه بشوف انه كل الفرق قدام النادي الاهلي بتيجي تقدم يعني واخرهم المقاولين بيلعبوا باقصى ما عندهم طاقتهم. لو الفرقه دي بتقدم المستوى ده كابتن شريف طول المسابقه الكره في مصر تبقى في حته ثانيه خالص. بص هو انا عاشرت الموضوع دوت وانا لعيب وانت مدرب وانا مدرب واحنا لعيبه كان ايامنا هي المباراتين للمحله او ثلاثه بكتير في سنه بتذاعوا منهم الاهلي والزمالك ولو ماتش نهائي كاس ولا حاجه. أيوه. واخد بالك وانا مدرب كان ماتشات كتير بتتذاع بس في دايما المدرب بيجي فتره كده عايز يعمل محاضره تحفيزيه او بيحمس اللعيبه قبل المباراه ليله المباراه بعمل بالليل محاضره. بتقول لهم ايه يا كابتن شريف بقى؟ لا طبعا ماتش الاهلي بقعد يعني بقى لا انا بعمل محاضره تحفيزيه في جميع المباريات ما عدا الاهلي والزمالك. هم متحفزين ماسكين المصاحف ليله المباراه وقاعدين وكل واحد عايز يظهر باحسن مستوى لان نسبه مشاهده حتى لو المباريات كلها مذاعه في مباريات الاهلي والزمالك اعلى بكتير قوي من اي مباراه ثانيه فاللاعب عايز يظهر في المباراه دي باحسن صوره عنده وبالتالي سعره في الاحتراف بقى يزيد ويبدا يبقى له رقم ثاني لعل وعسى الاهلي يبدا يفكر فيه الزمالك يفكر فيه الانديه الكبيره تفكر فيه وبالتالي انت مش مطالب انك تحفزه. انا بقى بعمل العكس ببدا لهم اهدوا مباراه زي اي مباراه ما تشدوش ليه لان ممكن الحماس الزايد يبقى يجيب نتيجه عكسيه يخرجه بره يبقى ايوه يطلع بره التركيز بتاعه فهي ماتش الاهلي والزمالك مش محتاج تحفز حد. أيه. فاحنا واحنا لعيبه كلنا مش مستنيين مدرب يقول ايه احنا بنقعد نجمع بعض ونعمل بعض محاضرات وخطوط مع بعض نجمع بعض ونتكلم طب انت خد بالك عندهم طاهر ابو زيد عندهم حشيش عندهم مش عارف واخد بالك نبدا نظبط احنا من غير محاضره المدرب وبعد تيجي محاضره المدرب. احنا عايزين نقول لهم حاجه بس يا احمد لعيبه المحله زمان يعني زي ما الشريف بيقول كان ماتشات قليله بتتذاع فكان اللعيبه بتتاخد منتخب مصر عن طريق الماتشات دي طرف اهلي او زمالك. دلوقتي احنا عايزين نريحهم ان في ماتشات كتيره بتتذاع وهتتشاف واليوتيوب يعني موجود دي مخدره دي بس دحونة مخدره دي فما يلاقوش هتشافوا يعني. لا بس المحله السنه دي اعتقد مختلف عن المحله السنه اللي فاتت. السنه دي السنه اللي فاتت كانت اول سنه تقييم الدرجه الاولى لسه الرهبه وخصوصا ان هم قبل كده تعودوا ان هم يطلعوا وينزلوا تاني فكان في رغبه ان ايه ان احنا طالعين ونازلين تاني لما السنه دي قعدوا وبقى في ثقه اكتر اعتقد وبقى في شركه كوره مهتميه وبدات تعمل
تدعيمه، بدأت تبقى فيه شكل احترافي أكتر شوية، بدأ يبقى فيه شكل أفضل. ولحد دلوقتي هم مدين أداء كويس، يعني هم عندهم 8 نقاط من ماتشين تعادل وماتشين تعادل والأربع مباريات. عشان كده بقول بداية السنة دي، يعني مش ده المحل اللي كان بيصارع على هبوط. لا لا لا، السنة دي أفضل، وروح الطموح زاد عند الجمهور وعند اللعيبة. يعني هم دلوقتي حطوا نفسهم في مسؤولية كبيرة جدا لعيبة المحلة. ايه هو؟ ان دلوقتي الطموح كان عند جمهور والنبي يعني نبقى في نص الجدول، نبقى شكل كويس، نبقى بعيد عن الهبوط. بعد النتائج ديت انت لعبت 4 ماتشات منهم 3 بره ملعبك، يعني احنا لعبنا في ماتش انبي بس اللي في المحله كان مكسب كبير، كسبناهم 3-0. وبالتالي الطموح زاد عند الجمهور وبقت المسؤوليه اكبر، لان إيه دلوقتي هتنافس على الدوري ولا ايه يا كابتن شريف؟ لا والله بدا الجمهور دلوقتي يتكلم ليه، يعني 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 السنه اللي فاتت كان كله الطموح ايه؟ يعني ناخد بونت من الاهلي وربنا كرم وكسبنا. لا السنه دي ليه ما نكسبش بقى؟ ما احنا 8 بونت ممكن نكسب ونخش في المنافسه. انا في النقطه دي بجد مش هبقى محايد برضو، اقول انه انا مع كل الانديه الجماهيريه. يعني مع فكره انه الانديه الجماهيريه دي، الانديه اللي وراها ظهير جماهيري، تخش تاني وتنافس تاني طبعاً، وتصحح من اوضاعها وتلاقي المصادر التمويل. بس ده برضو يعني ايه، احنا كلنا نفس الشعور وكلنا نفس الاحساس بالنسبه للفرق الجماهيريه. بس الموضوع بقى عشان نبقى واقعيين، القصه بقت ماده تمويل، وتمويل وتدعيمات. بالعكس يا كابتن الحشيش، انا بشوف الانديه اللي عندها جماهير دي هي الانديه اللي عندها قدره اكتر على استقطاب راس المال والمستثمر. انت عارف يا احمد، التسويق بقى، دور التسويق. في نقطه، يعني في ظل الاقتصاد القوي للانديه وخصوصا انديه الشركات والتدعيم القوي جدا، وشوف حجم المصروف من كل الانديه ديت، هنشوف يعني فاركو طالع من الدرجه الاولى صارف ايه، شوف فيوتشر، شوف بقى الصرف كتير. الداعم الوحيد للانديه اللي هي ذات الامكانيات المحدوده ماديا الجماهيريه هو الجمهور. في ظل عدم وجود الجماهير فانت فقدت الميزه اللي انت المفروض تديك باور جوه الملعب. طبعا. فانت الامل الوحيد هو ان الانديه دي تبدا تشتغل خارج الصندوق شويه، الانديه الجماهيريه اقصد. انت هتشوف فين المنصوره، فين طنطا، فين الاولمبي، فين انديه كتير، الترسانه كلها يعني ما عادتش موجوده. فالحل الوحيد هو دعم الجمهور وعوده الجماهير بشكل كويس جدا، ومجالس الادارات دي تبدا تفكر بره الصندوق شويه. صحيح. يعني ما كل اعتمادك ان انت على الميزانيه بتاعتك اللي هي دلوقتي ما تنفعش في الاحتراف، فلازم تبدا تدعم وتشوف موارد ثانيه عشان تبدا تخش. صحيح. في المنافسه. طيب نتكلم كره شويه معاكم. اتفضل. ايه رايك في محمد عوده وازاي بتشوف تفكيره او طريقته اللي هيواجه بيها خصوصا الاهلي السنه دي؟ يعني مكشر عن انيابه زي ما بيقولوا، الطريقه والاسلوب اللي ممكن يواجه بيه النادي الاهلي على ملعبه. هيلعب مباراه زي ما انت بتقول كده من اول دقيقه ينزل فاتح خطوطه ويهاجم، ولا متوقع ان السيناريو يبقى مختلف؟ بيجرجرني. طلع اللي عندك، انتوا جايبيني ايه؟ لا عايز اقول لا، اصل الاثنين يعني اوراق مفتوحه كلها. اكيد يعني النادي الاهلي والجهاز الفني بتاعه شاف المحله كذا مباراه، والمحله شافت النادي الاهلي. يعني بس بيتهيألي مستر موسيماني عامل ربكه شويه للناس السنه دي، يعني الناس مش عارفه حيرنا. يعني الناس تلعب جيم مفتوح وتهاجم الاهلي وتبقى تطمع في المباراه، ولا الناس تقفل تلعب جيم مقفول وتقف زون من الاول وبرضه هتخسر المباراه. يعني خليني اقول لك يعني ايه، يعني انا سبق لي ان انا قابلت الاهلي وانا مدرب كتير. بس طبعا كان عناصر تحتار تمسك مين وفي مين. فاي مدير فني بيجي يلعب النادي الاهلي، مش من الذكاء ان يلعب قدام الاهلي جيب مفتوح، وخصوصا لما يكون نادي زي النادي الاهلي اللي فيه كل عناصره مفاتيح لعب. وبالتالي يعني انا باجي العب المقاولين، العب الاتحاد، العب بتاع، في عنصر اتنين بلعب عليهم. انما انا لما باجي العب النادي الاهلي، النادي الاهلي مفاتيح لعبه كتير، وبالتالي هنا في مجهود مضاعف. فما ينفعش افتح الخطوط مع النادي الاهلي، لازم اكون مقفل خطوطي، ولازم انا بتكلم كفكري انا. ايوه وبتكلم طب. اعتقد بنسبه كبيره جدا ده الفكر اللي بيفكر فيه عوده، انه يقفل خطوطه، انه يلعب في مساحه ال 25 متر بالكتير الثلاث خطوط، ويبقى التحرك جماعي بحيث انه ما يعملش ستريتش للملعب، ويساعده في كده زي ما قال حشيش نقطه مهمه جدا، ملعب المحله اضيق شويه من
استاد النادي الاهلي اللي هو بيلعب فيه استاد ويسلا. وبالتالي لازم تضيق مساحات عشان لما يكون في كم لعيبه مهاريه ومفاتيح لعب كتيره ما ينفعش اديهم مساحات. وبالتالي لازم اقفل الخطوط. وهنا بقى يعني دي سلاح ذو حدين. اذا ما انتقلتش من الناحيه الدفاعيه اللي انا بلعب بها دي للناحيه الهجوميه بسرعه لما اقطع الكره، انا حطيت نفسي في مزنق، وهو الضغط لمده 90 دقيقه والضغط يولد الاخطاء. فلازم يبقى في عندي لعيب او اثنين من اللي هم عندهم سرعاته موجود في المحله، في اكتر من لعيب، في عبده يحيى لعيب مميز، في احمد. لا هكلمك على اوراق المحله، وهنتكلم على اوراق الاهلي برضو زي ما قلنا كل حاجه على اوراق الاهلي الاول. هنتكلم على اوراق الاهلي، بس خليني برضو اشوف كابتن حشيش طريقه الموسيماني في الـ في الـ في الـ في ماتش بكره. من حسن الحظ انه الراجل لعب او جرب انه يلعب على ملعب محله، ملعب مش جديد عليه طبعا، ودي نقطه مهمه جدا في المواجهه. عنده يمكن غياب حمدي الغياب الوحيد الاجباري او الاضطراري، وهو بالتاكيد مؤثر لانه حمدي طبعًا من بدايه الموسم الحقيقه ما شاء الله مقدم مستويات اكتر من رائعه. ناس كتير بتفكر انه يغير طريقه او مش يرجع للطريقه اللي كان بيلعب عليها، او انه يلعب بنفس الطريقه ويجد البديل اللي ممكن يؤدي الدور اللي حمدي كان بيقوم بيه. شايف ايه السيناريو الاقرب؟ انا شايف انه هيفضل بنفس الطريقه الجديده اللي بيلعب بيها 3 4 3. ده لو ما كانش بيلعب بيها لازم يلعب، انا في رايي يعني الشخصي يعني، ان لو ما كانش بيلعب بيها لازم يلعب بيها بكره. ليه؟ المحله هتقفل مع النادي الاهلي زي ما شريف قال، وهتعتمد على الهجمات المرتده لانهم بيملكوا سرعات مظبوط في نص الملعب وفي انطلاقات كبيره. وفي نفس الوقت طريقه 3 4 3 بتدي فرصه او مساحه كبيره للاطراف بتاع النادي الاهلي، الباكين بكرايت والباك ليفت، ان هم يزيدوا الملعب. ده محتاج ان انت لازم الناس تلعب على الخطوط عشان تفرد الملعب شويه، لان زي بقول لك هو ملعب صغير، فلو انت لعبت عن طريق الاختراقات من النص مش هينفع، فانت لازم تلعب على الخطوط. وجود الثلاثه ورا بتدي اريحيه، مع طبعا الاثنين الديفندرات اللي هيبقوا موجودين قدامهم، بتدي اريحيه لعلي معلول وايا كان الباك رايت اللي هيلعب. اعتقد انه ممكن محمد هاني بكره يبقى عندهم فرصه ان هم يعني هتحط اكرم مكان حمدي يعني؟ ممكن ولا هتريح اكرم؟ جدا لا لا لا، هلعبه في نص الملعب مع ديانج والسولية. فاعتقد ان هيبقوا عندهم فرصه لان هم يعني يهاجموا او يشاركوا في الهجوم بشكل ايجابي وفعال، وفي نفس الوقت يبقوا مريحين عشان السرعات. هيبقى موجود عندك الراجل الثالث اللي مع المساكين، وفي نفس الوقت الديفندرات. ايوه والله مش الديفندرات بس، حتى كمان السولية وديانج بقى بيزيدوا. ما هو دلوقتي لما بتلعب بواحد مستني لتحت بتدي فرصه لواحد من الاثنين، ديانج او السولية، ان هو يهاجم. وشفناها في الماتش اللي فات بتاع المقاولين، ديانج رايح السولية مستني، السولية بيروح وبيكمل، يعني بيعملوا حته شفناها في ماتش الزمالك فاعتقد في البنك يعني تقريبا في كل ماتشات السولية ان شاء الله الدور كتير يعني. الدور اللي بيلعبه السولية وديانج السنه دي محوري جدا في الناحيه الهجوميه للاهلي. انا شايف الطريقه اللي ابتكرها موسيماني واللي الناس قعدت تنتقد فيه شويه قبل كده، انا شايف انها جابت اثرها وماشيه مع النادي الاهلي الفتره دي بعد كمان التدعيمات اللي موجوده. طبعا يعني اديته اريحيه كبيره والسرعات ومحمد شريف، وبتدي كمان وده الاهم بقى محمد قفشه ان هو يقدر يبقى حر في نص الملعب، ما يلتزمش شويه بالحته الدفاعيه. بتدي له برضو ايه انه يقدر يبقى رمانه ميزان يمسك الكوره يقدر فدي طريقه مناسبه جدا. هتعتمد بقى على التشكيل، وانا يعني اعتقد ان التشكيل مش هيبقى فيه تغيير كبير قوي عن الماتشات اللي فاتت، باستثناء طبعا التغيير الاجباري وهاني ينزل بالظبط. هاني ولا كريم؟ لا هاني، هاني لازم يدي هاني على فكره. تمام، لان ما ينفعش انا ادخل كريم وهاني لسه طيب انا ببعدك خالص. تمام، دي حاجه نفسيه بقى عندي. تمام، اظن كشفنا كل حاجه اهو، الخطه وطريقه اللعب والادوار الدفاعيه والادوار الهجوميه. هو في حد في مصر ما يعرفش الاهلي بيلعب ازاي؟ ده مش المحله بس، ده مصر كلها عارفه الاهلي بيلعب ازاي. طيب خلينا نتكلم اكتر عن المحله مع كابتن شريف الخشاب وطبعا مع كابتن محمد حشيش، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في السادسه.
مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة. قبل ما اتكلم مع كابتن شريف الخشاب على المحل، عايز اسمع رايه الاول في مستر موسيماني تحديدا في الموسم ده. يعني اربع جولات خاضها الاهلي في بطولة الدوري، قدم فيها اداء وقدم فيها على مستوى النتيجة كمان مردود اكتر من رائع، فيهمني اسمع راي كابتن شريف في مستر موسيماني نسخة 2022. مستر موسيماني من المديرين الفنيين المحيرين اللي هو ما تعرفش تمسكه، ما تعرفش هو يعني ايه، تشوف النهارده بيلعب فتقول خلاص يعني ايه، انا جبت الراجل ده عرفته، تبص تلاقي الماتش اللي بعده بيعمل حاجه تانية خالص. وبالتالي ده محير لاي مدير فني يجي يلعبه. هو حط ايده على مفتاح لعب النادي الاهلي بشكل كويس جدا، وعرف يعمل توليفه كويسه. وزائد دلوقتي النادي الاهلي الاداره موفره مجموعه لعيبه، يعني انت عندك فرقتين في النادي الاهلي مش فرقه واحده. يعني أي. اعتقد لو النادي الاهلي في مسابقتين ثلاثه دلوقتي يخش فيهم ويلعب وهو مرتاح جدا وعنده اريحيه، بدليل ان انت يعني لما يغيب لعيب ما تحسش، يغيب اثنين لعيبه ما تحسش، البديل بنفس مستوى اللعب، وده اهم حاجه للفريق البطل اذا كان عايز يكون يحصد بطولات، ان تكون البنش او الدكه اللي بتاعته اللي بره بنفس قوه اللعيبه اللي جوه الملعب. أيوه. هو في الوقت دوت ما يقدرش يعاني طول السنه لا من اجهاد ولا من بطولات زياده ولا ضغط مباريات، لان هيبقى عندي كم لعيب اعمل روتيشن زي ما انا عايز. زائد ان هو فكر يعني هجومي، يعني باستثناء بعض الحاجات كده ساعات ما بتعجبنيش في الشوط الثاني، ماتشات تغييرات، بعض التغييرات بحس ان هي يعني مش في حساباتنا احنا كفنيين بنتفرج، وقد يكون هو ادرى، لان يعني ممكن تعجبنيش، بس هو ممكن يكون ادرى لأسبابه، عنده اسباب لان هو اللي بيمرن وهو اللي شايف. أيوه. وهو اللي عارف اكتر مني، انما في بعض التغييرات بتيجي نتيجتها مش ايجابيه، وهي دي اللي ممكن بتاخر شويه النتيجه في الشوط الثاني او بتعكس اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني. انما هو ماتش زي ماتش الزمالك، عمل ماتش فوق الممتاز، بس برضه جينا في الشوط الثاني بقينا محتارين في التغييرات. طيب خليني اكلمك على المحله شويه، ايه المفاجاه اللي ممكن المحله يكون مجهزها الاهلي بكره؟ يعني انت لو عايز تفاجئ، عايز تعمل حاجه بره الصندوق زي ما بيقولوا كده، وتعمل حاجه تتربك حسابات مستر موسيماني بكره، ايه الطريقه او الاسلوب او اللعيب اللي ممكن تلجا له عشان تعمل المفاجاه دي يا كابتن شريف؟ هو انا عايز اقول لك ان طبعا اوراق المحله مش كتيره بكم اوراق النادي الاهلي. اعمار اللعيبه مش كبير كمان، يعني الخبرات مش بحجم خبرات لعيبه النادي الاهلي. لو قلنا اسعار لعيبه المحله بالمقارنه باسعار لعيبه الاهلي هتلاقي في فرق كبير جدا، انما في الحاجات دي في الملعب حاجة واحدة بس، دي مع وجود دوافع، مع وجود دافع وحيد ان دايما كنت بلعب عليه سواء انا مدير فني او اعتقد بكره ممكن يحصل، وهي الروح العالية للعيبة داخل الملعب. ممكن يكون انت اقل من اللعيب اللي قدامك في المستوى، انما لما انت متحفز بشكل كويس وروحك عالية جوه الملعب تعوض فارق المستوى دوت في الاداء، والا ما كانش فرقه صغيره تكسب فرقه كبيره. أيه. هو ده اللي ممكن تعوض، انك هتلاقي روح عاليه جدا جوه الملعب، في باور، هتلاقي اللعيب بيقع ويقوم تاني في نفس الوقت، هتلاقي اللعيب كله بيروح وكله بيرجع بسرعه، هتلاقي في باور جامد جوه الملعب. انما اعتقد ان ممكن عوده بكره يلعب في سنتر فيرود واحد بس، هو عبده يحيى. وعبده يحيى عنده سنتر فورورد، بس عنده النزعه النزول لنص الملعب عشان يعمل زياده عدديه كمان في نص الملعب، ويستغنى عن احمد اونيم اللي هو سنتر فورورد صريح، ويلعب بباولو فوافي عشان يقفل اطراف النادي الاهلي، ويبقى بيلعب بخمسه في نص الملعب. اعتقد يعني ممكن نلعب كده، وده الحل الاسلم لقفل الملعب على النادي الاهلي وعمل زحمه في وسط الملعب. ايه اللي ممكن انت بقى تعمله مقاطعة الكره؟ لازم يكون عندك سرعات زي هشام عادل من ناحيه الشمال، او باولو فوافي لما ينزل، لما لو لعب من الطرفين، ودول ممكن يعملوا. عندك كوني ممكن يلعب، عندك في نص الملعب مسمار كويس جدا زي ماو، كل النادري احتمال كبير احمد النادري يلعب، لعيب ديفندر قوي جدا، وبالتالي انت بتحط ستاره جامده في نص الملعب وتعمل زحمه
بتعتمد على انك لما تقطع الكوره في سرعات وهم حافظين ملعبهم كويس يقدروا يعملوا الكره طويله في ظهر الباكين، وخصوصا طبيعي ان النادي الاهلي يكون ضاغط بكل خطوطه وخصوصا من عند معلول. ايوه عندنا الشناوي ورا ما تنساش. ما هو مش هتلاعبنا بالشناوي لوحده يعني. طب انا جبت لك الطريقه وجبت لك التشكيله كابتن حشيش، واضح بكره انها هتبقى مباراه مقفوله، وواضح فيها انه سيناريو الاقرب انه يتكرر هو سيناريو البنك الاهلي والمقاولين، يعني سيناريو الزمالك والاسماعيلي هيكون مستبعد شويه. عشان كده مفتاح المكسب بكره هو عدم تعليق المباراه. لو فضلت المباراه متعلقه ايوه بتدي نخلص بدري بدري يعني. بس كده ليه بقى؟ لان انت لو جبت جون في البدايه او جونين في البدايه فرقه المحله مش هتدافع خلاص تاني يعني. ما هو 2 زي 3 زي 4 لازم هتبتدي تهاجم، هتفتح المساحات. هو جون، لو جه جون انا هدافع ليه يعني؟ هدافع ليه؟ وانا بالنسبه لي خساره 1-2 بس كده. فانا بلعب باسلوب لعب بحيث ان انا مقفل الجيم، انما لو جايه في جون لازم اغير طريقه لعب. وبالتالي هتتخلق بقى المساحات اللي يقدر النادي الاهلي يلعب فيها ويقدر يحرز مزيد من الاهداف. كمان في نقطه ثانيه بانت ماتش المقاولين برغم الايجابيه الكبيره جدا اللي كانت على مرمى المقاولين العرب من النادي الاهلي وهجمات من هنا ومن هنا وتنوع الهجمات، انما هي اضاعه الفرص. مش عايزين نخش تاني زي السنه اللي فاتت ان انت بتهاجم بتهاجم وبتضيع الفرص وتيجي واحده. فانت لازم السيناريوهات القديمه دي أيوه. وبالذات السيناريو مع المحله الماتش اللي قبل كده انك لازم من البدايه. ما هو ده انا كنت عايز اقوله لحضرتك برضو، يعني الاهلي مش بس برضو يعني بيتهيألي اللعيبه وهي رايحه الماتش المحله ده في ذهنها جدا الماتش بتاع السيزون الاخراني، فهي مش رايحه بس تدور على النقطه 15، لا لا هي رايحه لا كمان لا لا. تخلص الماتش بتاع الدور الاول السنه اللي فاتت. كان تركيز موسيماني خلال اليومين اللي فاتوا هو الكلام اللي احنا بنقوله، الدرس المستفاد من المباراه اللي قبل كده. محله من الفرق اللي تسببت في ضياع ابناط وبالتالي ضياع بطوله الدوري، فرقه زي ما قلنا رزله ومتحمسين وعندهم سرعات وبيلعبوا على ارضهم مع النادي الاهلي واخدين الثقه من المباراه اللي قبل كده. فمش رهبين الموضوع، فانت لازم تكسر الكلام ده بايه بقى؟ بالضغط اللي من بدري قوي، احراز هدف مبكر يقدر يفتح ويسهل لك ويفتح الجيم. طيب احنا اتكلمنا على مميزات مستر موسيماني الموسم ده او مميزات طريقه لعب مستر موسيماني الموسم ده، وقلنا انها نجحت في الاختبارين. الجيم اللي مفتوح للفريق اللي قدامك يعني ممكن يكون طمعان فيك وعايز يكسب الماتش، كسبنا قدمنا اداء رائع وجبنا سكور عالي. او حتى الفرقه لعبت زون وحاولت تخطف منك نقطه برضو مع الضغط الهجومي قدرت تتحقق ده. في ناس النهارده تقول لك طب، وتحديدا في النقطه اللي انت بتتكلم فيها في ماتش المقاولين والفرص ضاعت، في ناس بتطالب انه يبقى في تدوير بالذات في الاوراق الهجوميه بتاعه النادي الاهلي، يعني مره بيرسي مره عبد القادر مره ميكيسوني، وفي ناس ثانيه تقول لك لا انا اعتمد على الناس دي تفهم بعض تبقى في انسجام اكتر، ولما احتاج بعد كده اجدد او في ظروف معينه اقدر ادفع بالاوراق الثانيه. لو تلاحظ هو احمد بيعمل كده بس بيعملها بطريقه ثانيه، مش ان انا التغيير ان انا ابدا من اول الماتش بالناس الجديده اغير. اولا لازم احافظ على ثبات التشكيل اللي الناس كلها بتنادي بيه، ان لازم يبقى فيه ثبات للتشكيل، وفي نفس الوقت الشوط الثاني ابدا ادفع بالاوراق اللي هي ممكن اجي وقت ابدا بيها. يعني شفنا الشحات، شفنا احمد عبد القادر، الناس دي نزلت في الشوط الثاني وادت، فهو محافظ على القوام الرئيسي وفي نفس الوقت بيبقى محتفظ بأوراق قوية على الدكة إن هي برضو ممكن تعمل له الفارق في الناحية الثانية. في عمار كمان لسه النادي الأهلي ما استفادش بيه، يعني أنت عندك عمار وميكسوني يمكن هم وكريم فؤاد يمكن، أنت عندك يا أحمد وحسام حسن. السنة دي غير السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان محدد الطريقة لأن الأوراق اللي كانت افيلابل عنده ما كانتش يعني محدودة. ما كانش فيه كم من اللعيبه، كانت محدوده برضه يا كابتن حشيش، يعني اصابات كانت بصراحه، كان في اجهاد، كان في ضغط ماتشات، كان الاهم من كده برضه، لكن ما نقدرش نقول ان انا عايز اقول لك دي ناس جايبه افريقيا مرتين، يعني بره الصفقات الجديده الفريق ده جاي ابطال افريقيا مرتين ورا بعض وسوبر افريقيا وثالث كاس عالم انديه. انا هقول لك الاهم من ده كله ايه، السنه اللي فاتت ما كانش فيه منافسه حقيقيه بين اللعيبه، واخد بالك؟ السنه دي في منافسه، يعني هقول لك على حاجه، احنا كجمهور النادي الاهلي
كنا كل ماتش بنقول ايه يا ترى هيلعب مين في الناحيه الثانيه، ده الباك رايت مصاب وهو اللي جاء عمل موضوع اكرم، ما كانش في احتياطي باك رايت، لاعب كذلك برضو المساكين جاب حمدي فتحي ولعبه في الحته، يعني في حاجات كثيره جدا جدا كمان مهمه جدا. يعني انا بتفق مع حشيش فيها، يعني انت لما كان عندك اجايه وبيتصاب اللي هو اجايه مش معمول حسابه خالص السنه دي، لما كان بيتصاب كنت الدنيا بتقف، الدنيا بتقف. اجايه اللي هو خارج حساباتك السنه دي، ده معناها ان انت عندك السنه دي افضل بكتير، لاين فيرود افضل بكتير. ما انا هقول له حاجه ثانيه يا شيخ، مفيش شك يا احمد، السنه اللي فاتت لما كان مثلا حسين الشحات بيتصاب نحط ايدينا على قلبنا، يا نهار ابيض ده هو الطرف اللي مش عارف ايه، ده هو الايه، انت فاهم ازاي؟ دلوقتي انت ما بقاش انت كجمهور نادي الاهلي مش فارق معاك، معلش انا اسف يعني، حسين يقعد النهارده، طاهر محمد طاهر يقعد، ما هو مستبعد طاهر وكهربا، كهربا وطاهر بقى اللي انت كنت معتمد عليهم، بتقول يا رب بس كهربا يلحق. والله يلحق. كابتن حشيش انا هاجي لك في النقطه دي، النقطه دي يعني كده في ضغط من الجماهير، وكده في ضغط من الجماهير بالزبط. لانه ده برضو اعتقد عامل ضغط على مستر موسيماني وعامل ضغط على اللعيبه بس مريحه في حاجه معاك، انه مريحه في المنافسه بين اللعيبه كمان، المنافسه متفق معاك تمام. وبعدين هو من المدربين اللي هو مش هتبقى في الملعب كويس هتقعد، بس مطلوب منه في نفس الوقت انه يحافظ على طبعا الحاله المعنويه طبعًا وعلى الجاهزيه طبعًا بتاعه النجم اللي ما بيشاركش، لانه وارد انه يحتاجه، ده الكوتشنج بالظبط، دي مسؤوليه. ومن الناحيه الثانيه مطلوب منه يتعامل مع ضغط جماهيري، عايزه يحط ال 30 لعيب في القائمه، الناس يعني عايزه تشوف الناس كلها، الناس عايزه تشوف كل الناس كلها صحيح. يعني صحيح. كل مره بيختار اسماء او بيختار تشكيل تلاقي فين عمار، فين مكسور، فين كريم، فين طارق، بيدور على مش موجود انا لما امسك فرقه كمدير فني واحتار في تكوين تشكيل، انا كده كمدير فني اقول لنفسي انا عندي فرقه قويه جدا. أيوة. ليه؟ احط الهاف رايت ده ولا الهاف رايت ده؟ محتار بينهم الاثنين، يعني الاثنين كويسين. احط السنتر فيرود ده ولا السنتر فيرود ده؟ لا محتار، يبقى الاثنين كويسين. ده معناه ان انا عندي مستوى لعيبه متقارب، كل اللعيبه كويسين، وبالتالي انا عندي فرقه قويه جدا. الاخطر في الاهلي من وجهه نظر كابتن شريف خشاب، يعني لو انت بكره نازل تقول للعيبه المحله التلات اوراق دول لو وقفتوهم قضيتوا على 70 80% من خطوره النادي الاهلي. هو في واحد منهم ظهر على الشاشه. هو في غير بيرستاول، انا عايز اقول لك ان في لعيب في النادي الاهلي في رايي الشخصي، يعني اولا ما تعرفش توقفه وهو رمان الميزان بتاع النادي الاهلي. ماشي. قفشه لما يبقى في حالته. ايوه. خلاص؟ لان انا شايف الماتش اللي فات ما كانش عاجبني فيه بطء شويه في التسليم والتسلم عنده. في كمان لعيب في نص الملعب عندك اليو ديانج، ده كابتن سيد هيلعب بكره الظاهر، بيهزر مع محمد محمود، ده هو بيضحكوا علي عشان اعمل حساب ده محمد بيضحكوا علينا. لا عايز اقول لك كمان ده محمد محمود، ده ولد، ده ولد، ده ولد بس يعني شويه صبر بس ان شاء الله باذن الله. اليو ديانج من اللعيبه اللي هي بتغير في رتم النادي الاهلي، وخصوصا ان عنده الباور والقوه انه بيعمل الناحيه الدفاعيه 10 على 10 وبيكمل. صحيح ما بيكملش هجوميا بنسبه كبيره جدا، انما نسبه المس باص عنده تكاد تكون معدومه، من اللعيبه المميزين جدا. عندك كمان مفتاح لعب يعني خطر جدا، بس انا لو بلعب بره احاول العب في ظهره، معلول مفتاح لعب فظيع، فلازم توقفه وفي نفس الوقت انت بقى كنت بتلعب ومقفل لازم تلعب على المرتده في ظهر مين؟ في ظهر معلول. وبالتالي انت عندك مفتاح لعب خطير جدا من ناحيه الشمال. كان اكرم، بس اكرم ربنا يرجعه بسلامه، برده كان مؤثر جدا. محمد هاني من اللعيبه المميزين جدا جدا، بس انا مش فاهم ليه بعد بالطريقه دي. هو يعني طبعا في لعيبه كده بتبقى باد لك. محمد هاني كان متوهج السنه اللي فاتت، وحتى من قبل ما اكرم يلعب في نفس المركز كان مقدم، حتى مثلا يعني بفتكر مستواه في بطوله كاس عالم، كاس عالم طبعا كان وصل لمستوى رائع، لكن الاصابه طبعا خدت منه كويس، محتاج الصبر عليه شويه. في نفس الوقت اللي لعب مكانه ايوه كمان خد الفرصه منتخب يعني بقى الاساسي، وبعدين لعيب جوكر، انت بتلعبه باك رايت ماشي، بتلعبه ديفندر في نص الملعب ماشي، اللي هو اكرم بسم الله ما شاء الله يعني لعيب. بس انا شايف كمان يعني زي ما اتكلمنا على مفاتيح الاهلي، انا شايف كمان صفقات
يعني في عدد محترم من اللعيبه المحترفين في في المحله، ومنهم كمان لعيبه عندها خبره في الدوري المصري، ما هياش لعيبه جديده، فبرضه في مفاتيح لعب عندكم محترمه جدا. لا يعني انا اعتقد ان انتوا عملتوا كام صفقه السنه دي يا كابتن شريف؟ عملنا حوالي 18 صفقه. 18 صفقه. 18 صفقه. في فلوس كتير يا كابتن شريف. فيهم في فلوس في شركه كوره دلوقتي. بس انا يعني عشان اكون صريح معاك، يعني لو انا اللي في الموضوع، يعني انا كنت احبز ان انا عندي تيم قعد في الدوري وعمل نتائج كويسه جدا، صحيح الكيرف بتاعه قل في الشوط الثاني، بس ده مش بسبب اللعيبه اللي بتلعب في الدور الثاني، ده بسبب ان انا ما عنديش البديل الكفء. فاللعيبه دي اجهدت، ولما تم اجهادها بشكل وخصوصا كيرف الفرقه نزل، الماتشات اتضغطت بشكل كبير، فبقى المستوى في الدور الثاني مش كويس، فده ادى ايحاء للي يجي يمسك المحله او للجمهور ان اللعيبه دي، لا دي لعيبه وحشه. لا، كنت انا في رايي الشخصي ان انا حافظ على مجموعه اللعيبه اللي لعبت وادت السنه اللي فاتت بشكل كويس، على الاقل 15 او 18 لعيب منهم، وكنت اجيب بدل 18 لعيب خمس صفقات بس سوبر، خمسه سوبر اللي انا ادفعه في ال 18 لعيبه دول، كنت ادفعهم في خمسه سوبر تقال جدا، عندهم خبرات عاليه جدا. دي اعتقد تتفرج. انما انا صحيح جبنا ده بمناسبه كلامك على ديانجا كابتن شريف، يعني شويه لقطات، طبعا لقطات من ماتش الزمالك. لا ديانج، عايز اقول لك ديانج لعيب اوروبي. يعني لعيب اوروبي، وانا افتكر كلامي لو الايام جت واتقابلنا تاني، اعتقد انه هيكون له مستقبل في اوروبا. يعني لعيب عنده مقومات عاليه جدا. هو الاهلي دايما برضو مصنع، يعني صحيح احنا دايما في عين بتدور وبترصد الخامه، لكن برضو ما ننكرش انه ديانج اللي موجود السنه دي واللي احنا بنتفرج عليه طبعا. ما جاش الاهلي كده يعني، صح ولا ايه يا كابتن شريف؟ اكيد اكيد. هو كان جاي لسه منتخب اولمبي، كان بيلعب منتخب اولمبي في وهو لسه سنه صغير كمان. وهو صغير بس عايز اقول لك حاجه، يعني اتصنع واخد بالك، يعني اتصنفر في النادي الاهلي، احنا نقول عليه بلغه الكوره كده، يعني ايه، تخلص من حاجات كتير. زائد بيعجبني فيه ان هو يعني الضغط في نص الملعب عالي جدا، زائد انه بيقطع الكره ما بيفيدهاش. النادي الاهلي يا شريف اداله فرصه انه يلعب في دوري قوي، ويلعب في افريقيا، ويلعب في كاس عالم، وهو استغل الفرصه. يعني هو استغل طبعا طبعا، ودي اللي النقطه كنت بتكلم عليها، انه ربنا سبحانه وتعالى بيدي في اوقات كتير جدا الموهبه الفطريه. صحيح. وممكن ما حدش يعرف يستغل موهبته انه يوصل. في اوقات كتير جدا بتبقى الموهبه بسيطه لكن معاها روح واصرار وعزيمه. ممكن لعيب امكانياته تكون اعلى منه وجات له الفرصه بس هو ما عرفش يستغلها. ياما. صحيح. انما يعني اسماء كتيره، اسماء الواحد مش عايز يقول، يعني اسماء كانت مكسره الدنيا احنا واحنا بنلعب نقول ايه، وبعدين اختفى. فانت اللي بتستغل الفرصه، وانت يعني النادي الاهلي اداك الفرصه وخلاك تبقى مشارك في بطولات عالميه، وبالتالي انت اللي عليك الجزء الاكبر انك بتحافظ وبتستغل الفرصه دي عشان تحط نفسك في المكان الصح. هي مؤسسه برضه النادي الاهلي شريف، هي اللي برضو يعني المناخ طبعاً، مفيش شك المناخ مفيش الجيد شك. اللي بيخلي اللعيبه تحافظ على نفسها وتاخد يعني تمرن مع مدربين على مستوى عالي، تدخل في بطولات كبيره، بتديك كمان اهم حاجه هي روح المكسب والانتصار اللي بتخلي دايما الحافز موجود عندك. صحيح. فبتزود من قدرات اللعيبه بقى غير الفنيه، القدرات النفسيه يعني. صحيح. بعيدا عن الاهلي والمحله، شايف ازاي شكل المنافسه في نسخه الدوري السنه دي يا كابتن شريف؟ شايف المنافسه السنه دي اعتقد هتنحصر ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، وان كان دايما بيراميدز بيبقى نفسه مش طويل. يعني نفس في الاول كده تبص تلاقي نفس جامد جامد، وبعدين بص تلاقي الكيرف بدا ينزل، وبعدين نخش في مسلسل تغيير المدربين. وده طبعا شيء مش بيعجبني على فكره في منظومه النادي الاهلي، ان الاداره بتجيب مدرب حتى لو الدنيا كلها قالت عليه وحش. ايوه. انا مقتنع بيه وجايبه وبتدي له فرصه كامله وبتقف في ظهره، وبالتالي ده بتخلي المدرب نفسه بيشتغل بثقه ويطلع كل اللي عنده، وبالتالي يثبت انه فعلا مدرب كويس.
واعتقد ان ده مش موجوده في كل الانديه، يعني انديه كتير. مانشستر يونايتد لسه ماشي سولشاير النهارده اخيرا بعد طول انتظار. كويس، بس بيصبروا عليه قد ايه؟ ما انا فاهم طبعا. بس يعني انت تغيير مدرب كتير ده مش كويس. يعني اذا اولا معناها ان انت لا، انا بقول لك انه حتى انديه كبيره بحجم، يعني كومن مشي في نص الموسم في نادي زي برشلونه، سولشاير مشي في نص الموسم في نادي زي مان يونايتد. انا بس يعني بدي امثله على نماذج يمشي، يعني لانه يعني تاخروا. لا، اقصد ان النادي الاهلي بيختار صح، وطالما هو واثق في اختياره فبيدي الفرصه كامله، ويبدا يحاسب امتى؟ بعد نهايه الموسم. وده اعتقد مش متوفره في انديه كتير، في انديه بتغير 3 4 مدربين في الموسم. ايوه، فاعتقد ان المنافسه بشكل كبير جدا شايف ان هي بتروح للنادي الاهلي والزمالك، ويخش بعديهم بيراميدز. فيما عدا ذلك هتلاقي كام فرقه. طب مين ممكن حصان اسود؟ يا تابعت الاربع جولات اللي فاتوا؟ مين طبعًا مين الفرقه اللي طبعًا فرقه ومديرين فنيين؟ جدا عاجبني فيوتشر بشكل كبير جدا، فرقه جايه بشكل جامد. هتستغرب ان انا بقول لك فاركو، رغم ان فاركو لعب ثلاث ماتشات الاولانيين ما خدش حاجه، لسه كسبان الماتش اللي فات اول ماتش النهارده، تعادل على ما اعتقد مع سيراميكا. انما فرقه فيها مقاومات ان هي تعمل نتائج كويسه في الفتره اللي جايه. المحله اتمنى ان هي تكون البدايه بكره ان شاء الله. البدايه الايه؟ البدايه الايه صحيح؟ انت قاعد في استوديو النادي الاهلي، كل واحد ياخدها على المعنى. لا، انت شايف انه مباراه فاصله للمحله بكره؟ طبعا، يعني تفرق معاها كتير جدا. انا لسه بقول لك يمكن بره الفاصل بره حشيش، ماتش المحله يا اما هيخلينا نكمل في السكه اللي احنا، ماتش المحله والاهلي يخلينا نكمل في السكه بتاع المحله اللي هي رسمها الصح، او هيكون ماتش الاهلي سبب في ان احنا نتعطل شويه. طيب، اخد توقعاتكم سريعا، كم بكره يا كابتن حشيش؟ انا ما بحبش يعني اقول طبعا أرقام، بس ان شاء الله مكسب النادي الاهلي. يعني كابتن شريف، ان شاء الله اتمنى مكسب المحله، انما توقعات انه يبقى الماتش درو. نتمنى ان شاء الله باذن الله فوز بكره لنجومنا. كل التوفيق لفرقه النادي الاهلي، واشكر طبعا كابتن شريف الخشاب، شرفنا ونورنا النهارده في قناه النادي الاهلي وفي السادسه. بشكرك، وفرصه سعيده جدا. انا اللي بشكرك انك اتحت لي الفرصه، استمتعنا بمحاضرتك. اشوف اخويا وحبيبي حشيش، وحشني كتير، وفرصه سعيده ان انا فزتكم. ونتمنى ان شاء الله تكون مباراه ممتعه لجماهير الكره المصريه بشكل عام، وطبعا لجمهور الاهلي والمحله بشكل خاص. نورت الدنيا كالعاده كابتن حشيش. اشكرك، بشكر حضرتك على وجودك معانا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. هنغيب عليكم بكره عشان نتابع المباراه ان شاء الله، اللي هتكون الساعه 5:30، ونرجع ان شاء الله بعد كده نقابلكم على كل خير في السادسه على شاشه الاهلي. تحياتي لحضراتكم.